هدى للمتقين. هنا النهج المبين. هنا الحق اليقين. هنا نور بدا. هدى للمتقين. هدى للمتقين. ربيع المُبين. المهار هدى للمتقين هدى للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا حب المقسطين. ربيع المؤمنين، معين الموقنين، هنا بحر الندى، هدى للمتقين، هدى للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآية التاسعة من سورة الحجرات تبدأ فصلا جديدا أيضا من فصول الآداب في هذه السورة المباركة سورة الحجرات. فتقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. فأصلحوا بينهما فإن بغت احداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. على الرغم من أن الإيمان يقتضي أن لا يقع أي نزاع بين المؤمنين أو خلاف هذا المفترض ولكن ما يخلو الأمر يعني المؤمنون ليسوا معصومين فممكن موقف من هنا كلمة من هناك تصرف من هنا تصير مشاحنة يصير عداوة تصير هذه الأمور لكن المفترض أنه إذا صار يرجع مباشرة إلى طبيعتهم وإلى الوئام الذي يكون بينهم بل لو أن وقع بين طائفتين من المؤمنين اقتتال الطائفه الثالثه او يعني اللي مو بينهم لازم يس يعني هذا يستدعي انهم يسارعوا بالاصلاح بين هاتين الفئتين هذه الفئه وهذه الفئه واذا فئه بغت على الاخرى لازم اوقف مع الفئه المبغي عليها يعني اذا وحده هجمت على الاخرى اغلطت على الاخرى انا أوقف اقف مع هذه المظلومه ضد الظالمه وارجعها هذه الى أمر الله حتى تفيئ إلى أمر الله فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله في رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخصوص حقوق المسلم على المسلم فمما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم للمسلم على أخيه ثلاثون حقا وهذا راح شوي انفصل فيها أكثر في الآية المقبلة عندما نأتي إلى قول الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة هذا راح نيله إن شاء الله لكن في هذه الرواية أحد الحقوق وهي مهمة لها علاقة بموضوع هذه الآية المباركة وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا يقول صلى الله عليه وآله وسلم كما في الرواية وينصره يعني أن حق المسلم على المسلم أنك تنصره ظالما أو مظلوما نزين ظالم شلون؟ فأما نصرته ظالما فيرده عن ظلمه يعني أوقف عن ظلمه حتى إذا استدعى الأمر أن أقف في وجهه أقاتله أرجعه عن الموقع الباغي اللي هو فيه فيقول صلى الله عليه وآله وسلم فأما نصرته ظالما في ظالما فيرده عن ظلمه وأما نصرته مظلوما فيعينه على أخذ حقه لذلك الله سبحانه وتعالى يقول فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا ترجع لكل ذي حق حقه كل واحد يأخذ حقه هذا المفترض وهذا حق المسلم على المسلم لذلك الآية المباركة عندما نتأمل فيها شلون نستفيد منها طبعا هذه بين طائفتين من المؤمنين يعني المفترض أن هم مسلمين مو ناس من برا من برا دائرة الإسلام فتقول الآية المباركة وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا وهذه جميلة أيضا حلوة هذه اقتتلوا أنه الله سبحانه وتعالى أوردها بصيغة الماضي إذا تذكرون تكلمنا سابقا على مسألة المضارع إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله وقلنا إن يغضون جاءت بصيغة المضارع بما يفيد الاستمرار يعني هذين دائما يغضون دائما يراعون الأدب مو إن مرة واحدة وإنما ديدا الشخص هكذا فلو قال وإن طائفة من المؤمنين يقتتلون مثلا فهذا كأنه يفيد أن دائما هكذا المشاحنة تصير لكن لا هذه فيها رسالة اقتتلوا يعني كأنها صارت مرة واحدة كذي يصير المفترض بين المؤمنين ما يكون في مشاحنه ما يكون في بغضاء، وإذا صار سرعان ما تعود المياه إلى مجاريها، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: "وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا" بصيغة الماضي، يعني كانها مو شيء دائم، شيء مرة واحدة. الآن شو نسوي؟ شنو مهمة المسلمين؟ "فأصلحوا بينهما" يعني أنه المفترض أنك تبادر إلى مسألة الإصلاح، تصلح بين هذين الطرفين. طبعا اشير اشاره الى ان الاقتتال هنا مو فقط يعني ان الاحتراب وتصير حرب واسلحه لا لا ابدا اي نوع من انواع النزاع حتى لو كان نزاعا لسانيا بالموقف ان اثنين صار بينهم نزاع اي نزاع المفترض ان يتدخل الطرف المحايد يتدخل حتى يصلح فأصلحوا سارعوا بسرعة أنكم تصلحون ما تتركون الأمر هكذا وأيضا ما يعني طائفتين يعني فقط لازم فئتين كبار لا حتى لو شخصين من المؤمنين أنت شخص ثالث بينهم عليك أن تسارع مو تقول تقول والله أنا ما لي شغل يعني هذا الشيء ما يمسني فأنا شايل إيدي ما لي شغل بينهم لا هذا من حقهم عليك وهذا واجب عليك وهذه وظيفتك وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما وظيفتك ان تصلح بينهما الان مساله الصلح هذه المرحله الاولى ما فاد المرحله الثانيه صار اعتداء فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي يعني تي توقف بالوجه المقابل تدافع عن الفئه المبغي عليها وما حدد لك فتره شهر شهرين سنه سنتين فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله يعني الى ان ترجع الى امر الله والى حكم الله ما حدد لك نفس لما انت تروح مثلا الى طبيب ويعطيك علاج، ما يحدد لك مثلا فتره يعطيك دواء يقول لك الى ان تشفى، هذه الغايه، فكذلك غايه الاقتتال هنا فقاتلوا التي تبغي مو هدف مثلا قبلي او حزبي او او مثلا انتقامي او اي شيء. لا وانما الهدف هو حتى ترجع ولذلك الغايه تقاتلهم تقف في وجههم ترده عن ظلمه وكيده الى ان يرجع فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل يعني لا بد ان يكون هناك عداله مو على أهو هو معتدي تروح تاكل حقه وقت اللي ترجع الحقوق الى اهلها لا كل يحصل على حقه ولذلك الثلاث مرات فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين، ثلاث مرات تركيز على مساله العدل والقسط كما روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم لان هذا هو الاساس بالعدل قامت السماوات والارض. وفي سوره الحديد لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، يعني هو هذا اساس بعثه الانبياء هو العدل. في الايه التاليه إنما المؤمنون اخوة اكمال لهذه القضية وقضية المؤمنين فيما بينهم، إن شاء الله نفصل فيها في المرة القادمة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واله الطاهرين. هدى للمتقين هنا النهج المبين هنا الحق اليقين هنا نور بدا. ربيع المؤمنين، معين الموقنين، هنا بحر الندى، هدى للمتقين، هدى للمتقين